عبر مواطنو من صلاح الدين عن تفاؤلهم بعام جديد أكثر استقراراً بعد غلق مخيمات النزوح وتنامي خطط المشاريع الخدمية، مؤكدين في تصريحات لقناة صلاح الدين إن صفحة جديدة من العيش الآمن ستكون بوابة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من البناء والإعمار. نتمنى لكل أهل صلاح الدين وأهل العراق عموماً سنة خير، سنة تفوق، إن شاء الله نتمنى الاقتصاد بهذا البلد يهدى لأنه شوي العالم شوي صعب وضعه، ونتمنى الوباء يزول وكل عام أنتم بخير. بمناسبة نقول سنة جديدة إن شاء الله على الأمة الإسلامية والعربية، وثانيا العالم محتفلة إن شاء الله تندعي بالرب العالمين بأن يدفع هذا البلاء اللي وباء كورونا. إن شاء الله سنة خير، وإن شاء الله سنة يكفينا الله شرنا الوباء عن المدينة زين وعن العالم كله إن شاء الله. والله الحمد لله هسه احنا تدري بداية يعني النهار بعد بداية العوائل هسه قامت تجي تسوق على رأس السنة، وهني العراق كله بجمعه.